فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قلت لكم في المرة الماضية إن هذا الإرشاد إنما يرشده من حب لمن طب، يرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين هم بهم رؤوف رحيم. ما أجدرنا أن نتبع إرشاده صلى الله عليه وسلم. وأنا أبين لكم الآن هذه الكلمات التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنزها. أول هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أي أمر؟ هذا الدعاء حفظوه الناس، حفظوه واذكروا الله به واطلبوه به كل نهار، ديروا أوراد ديالكم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أي أمر؟ أمر الدين، أمر الطاعة، أمر الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: سألوا ربكم أن تثبتوا على هذا الأمر. إلى متى؟ إلى أن نلقاه. ما كيش قبل نص نهار، نهار، عام، عشر سنين، إلى أن نلقاه. وهذه القضية اعلموا يا عباد الله أننا لا نقدر عليها. الثبات هذا شيء لا يقدر عليه المرء بنفسه. لما يقول لك سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك، هكي تقول: اللهم إني أسألك. أنت تسأل الله شيئا لا تقدر عليه، شيئا تقدر عليه وحدك، أتسأل العون فيه؟ قدرتي تهز واحد طابلة صغيرة؟ قدرتي تقول لهم أجي وعونوني؟ متى تسأل العون؟ سأله في شيء الذي لا تقدر عليه بفرادك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: قول اللهم إني أسألك الثبات. ما معناها؟ معناها أن بوحدك ما تتبتش. ألستم ترون كم من الناس كان يصلي فترك الصلاة؟ كم من محجبة خلعت حجابها؟ كم من متعفف عن الرشوة ثم أخذها؟ كم من متنزه عن الربا ثم خاض فيه؟ لم يثبتوا على الأمر. لا تفهموا. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبره ربه أنه سوف يعطيه فيرضيه، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، غيبقى يعطيك 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 حتى تقول ربي رضيت. الذي أخبره ربه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أي حاجة لو يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يدير الذنوب، قال لي سيدي ربي لا، أي حاجة تديرها أنت لو يتصور أنه يكون أنه الذنب، راه لا يقع منك الذنب إلا مغفورا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره ربه أنه أكرم الخلق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره ربه أن له مرتبة في الجنة لا تنبغي لأحد غيره، كان يسأل ربه الدعاء. لو كان إنسان يستغني عن هذا الدعاء لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماشي كان تدعي به، كان يكثر منه. روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هل تتصورون أنتم عقولكم تقبل لكم أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يزيغ؟ هذه تقبلها عقل شي واحد من المسلمين؟ لا يتصور. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يزيغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل هذه. ويكثر
يكثر أن يقول. علاش؟ علاش غادي يقول هو قاعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي. وأنت لا، قلبك أنت هو أثبت القلوب. علاش؟ علينا يعلمنا. ولذلك أنس رضي الله عنه فهم هذا. أنس يروي هذا الحديث، أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقاله يا قال أنس يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. نخاف عليكم. وعندك الظن عباد الله، عندك الظن أن راه أنت راجل مزيان ومستقم وكل شيء سيدي ربي قلبك. لا، وما ربك بظلام للعبيد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو أنت تغير سيدي ربي تغير بك، تكشاش تخاف. روى أحمد عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله، إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. روى أحمد وأبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه إلى السماء إلا قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. عباد الله تعرفوا شكون هذه؟ شكون عائشة؟ هذه مرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ديما معاه. شكون أنس؟ أنس الخدام ديال النبي صلى الله عليه وسلم ديما معاه، تسمعوه ديما تيقول، يعني ماشي شي واحد غير صادف. دابا من نواس بن سمعان واحد من الصحابة جاء شي مرة صادف النبي صلى الله عليه وسلم تيدعو هذا الدعاء، وكي هذا معاه ديما. عائشة تقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم فين مهز راسه للسماء يقول هذا الدعاء. أنس يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم تيكثر يقول هذا الدعاء. اش كتفهموا من هذا الشيء؟ كتفهموا انه أهمية الدعاء. يا عباد الله شوف شوف انت في راسك، شوف انا في راسي، اي انت اخر مره قلنا هذا الدعاء؟ واش انت واحد مخيف على رسوله؟ واش سيدي ربي تيسال شي واحد شي حاجه؟ حنا تنسالوا سيدي ربي شي حاجه؟ ان شاء اذا شاء ان يقيمه اقامه واذا شاء ان يزيغه ازاغه. تصبح تصبح قلبك على الدين في العشيه ما بقاش. وشفناهم بعيننا وشفتوهم بعينكم. وهذا الدعاء ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في السنه، ذكروا سيدي ربي في القران، وذكروا في واحد القضيه عجيبه. اذا سئلتم سؤالا اي الناس اقرب قلوبا الى الزيغ، هل طائفه العلماء ام طائفه العوام؟ إنهم اللي قدروا يزيغوا يضلوا، زعما احتمال الزيغ فيهم كثر. واش العلماء ولا العوام؟ الجواب انه العوام. لكن سيدي ربي يخبرنا ان العلماء هم الذين يدعون بهذا الدعاء. واي علماء؟ العلماء الكبار الراسخون في العلم. اخبركم بالذي يذكره ربنا فيهم فيما نستقبل. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، يقول ربنا سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شكون تيقولها؟ الراسخون في العلم. علاش يقولوها؟ عرفوا شو تيسوى الدعاء، فضل هذا الدعاء، قيمة أهمية الدعاء، وأنه إذا لم يثبتك الله لم تثبت، وإذا أزاغك الله من يثبتك. تطلبوا سيدي ربي، ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربي دوقت إلى الهداية، دقناها، كنا فيها، ما تخرجناش منها. وإذا خرجنا سيدي ربي منها، راه بما كسبت أيدينا. وما ربك بظلام للعبيد. ثم يا عباد الله شوفوا القضية. أنس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف
على تلك الثلة المؤمنة التي اصطفاها الله لأن تكون في صحابته. متى يخاف عليهم؟ هذه الطائفة المؤمنة من الصحابة لا يعرف رسوخ إيمان كرسوخ إيمانهم، لا يعرف صدق يقين كصدق يقينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يعلم جاهلهم ويرشد حائرهم، وجبريل والوحي ينزل، جبريل هو في دار هذاك، واحد شوية في دار آخر، هذا الوضع كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتخاف عليه؟ يقول نعم. وإحنا ما ظنكم بالعصور بعدهم، عصرنا والعصور التي تلتنا التي تقدمتنا والعصور التي تتلونا؟ هم أجدع، يعني أطلت الفتنة الفتن بقرونها على المسلمين، خفقت ألوية الباطل، طوائف من المسلمين ظهرت فيهم البدع، كثر بينهم الخلاف، اقتحمت أعراضهم، استبيحت دماؤهم من أنفسهم تارة ومن غيرهم تارة. هم أحوج إلى أن يسألوا الله التثبيت. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا، كنزوا، يقول كنزوا هؤلاء الكبد، هذا الكنز ديالك، الكنز الذي لا تأتمن عليه أحد، ما تدخلي مع شي واحد، هذا الكنز ديالك اللي ما تفارقكش لشدة حرصك عليه. أول كلمة في هذا الكنز: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. عباد الله، الصحابة شوف تركوا أموالهم لله، تركوا ديارهم لله، بذلوا أنفسهم، واحد يخرج يجاهد في سبيل الله تقول ما راجعش، والصوم النوافل وقيام الليل والقرآن ونشر العلم، كل شيء هذا الشيء تطلبوا؟ تطلبوا الله يخليهم مسلمين. عبد الله بن عمر، أنا قلت لكم واحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم تنى عليه مدحو، قال نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله ابن عمر قيام الليل بعد ذلك. عمرو تيقوم الليل، عمرو تيخرج للجهاد، مني كانت عنده 14 عام خرج أول مرة بيخرج للجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا أنت باقي صغير رجع، باقي دري 14 عام عباد الله، 14 عام باقي تلعب الترومبي، احنا عندنا تلعب البي، هذاك خرج للجهاد. وتصور انت من 14 عام تيموت وهو عنده 80 عام مثلا، عمر ديال الطاعة، وهو تيطوف وتيعتمر، من تيوقف فوق الصفا شي دعيتي يا ربي؟ يا ربي انت قلتي ادعوني استجيب لكم، دعوني وانا جاوبكم، غير يكون منكم الدعاء تكون الاجابه، انت قلتيها، انت وعدتي، وانت لا تخلف الميعاد، لا تخلف الوعد، ما عمرك توعد شي واحد وتكذب عليه، حاشاك. وانا غادي ندعيك كما قلتي واستجب كما وعدتي، اش غيدعيه؟ واني اسالك كما هديتني للاسلام الا تنزعه عني حتى تتوفاني وانا مسلم. هاي الدعوه ديالو. ما تيقول لي قبل لي جهاد، ما تيقول لي قبل لي صيام، ما تيقول لي حتى حاجه، تيطلب غير هادي. علاش؟ لانه عرف اذا ربي ختم ليه بالخير، ختم ليه بالاسلام، ختم ليه بكلمه لا اله الا الله، وثبتوا على هذا الامر تلقاه راه كل شيء زين ديك الساعه، ما يخاف من حتى شي حاجه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما تخافوش، لا تخافوا، الخوف يكون من شيء المستقبل، شي حاجة غتجيكم تخافوا منها، ما كاينش. تحزنوا، الحزن يكون على الشيء الذي تركته، تحزن ما تخافش، سيدي ربي يلقيك الأمن في ذاك الشيء اللي جايك، وسيدي ربي يخلفك في ذاك الشيء اللي خليتي، لا يصيبك لا حزن ولا خوف. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب أن تثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم نسألك كما سألك نبيك صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا.